في كلام ممكن نقراه في الجرايد، في الكتب أو المجلات، لكن لما تبقى كلمة ونص بيبقى لها شكل تاني. كلمة ونص يوميا على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليسي. يومكم سعيد وزي الفل واللبن الحليب، وحلقة جديدة وكلمة ونص معاكم عمرو الليسي. شكاوى من ناس كتير جدا جيالي بالبريد والنت وفي التليفون، ناس بتتكلم عن موضوع احتلال الشوارع. هم احتلوا الشوارع؟ ايوة يا سيدي، احتلوا الشوارع وحطوا كمان سلاسل وجنازير، ومش بعيد عشان تخش بيتكم بكرة تدفع فلوس وانت طالع من العمارة، وتدفع فلوس وانت خارج من العمارة. وتم تحويل الاماكن المخصصة لركن السيارات اللي قدام بيوتكم الى جراشات خاصة. ده بيتم في الشارع العمومي، شارع عمومي، يعني تلاقي واحد راح واخد الجنب اليمين، واحد تاني خد الجنب الشمال، وراح قفله بجنزير وعمله موقف خاص. والله العظيم بتحصل، وبيتم ده بدون تصريح لا من الحي ولا من الداخلية. وتضطر بقى العربيات بتاعت اصحاب البيوت تركن في الممنوع، رغم ان في اماكن فاضية لكنها مقفولة بالايه؟ بالجنازير. وضيف لكده يا سيدي المحلات بقى والقهاوي بتقفل الشارع وتمنع المرور وتمنع كمان ركن العربيات. كل ده بيتم بايه؟ بشكل غير قانوني، ولا حتى بعرف ولا بتصريح، واصبح ظاهرة. وطبعا الشخص اللي بيعمل كده ما بيلاقيش حد يسأله او حد يقول له شيل الاشغالات اللي انت حاططها. حالة تواطؤ عامة وصمت من جميع الاجهزة المسؤولة، والنتيجة ان الدنيا زحمة، وزحمة يا دنيا زحمة، والزحمة مستمرة والشوارع مقفولة وبتحكم فيها شوية خارجين على القانون. وبصراحة الناس اللي بتشتكي عندهم حق، مش شايفين لا قانون ولا حساب، والشارع العام بقى زي الرصيف خارج نطاق الخدمة وفي خدمة الجنازير. يعني كل واحد يجيب جنزير بقى ولا يعمل ايه؟ ادينا قلت لكم اللي عندي في كلمة ونص. تحياتي ويومكم سعيد، عمرو الليسي. وبكرة كلمة ونص. إعداد أكرم القصاص، إخراج تامر حسني.